بيتي يعني بس شارع 6 أمتار بين بيتي وبيت دمار زينة. مدافر مالي شكلي عتبت. ديتا وير البيتي وخادين يعني محروق مو مسروق لا يعني انها كليش قيلة كله من دي منها اوكي بس كم خازينة مقضى حتى كاش يعني نتيجة دغزيلي اي بيت مقضى باي فلسفة ما قد الحق اني بشر البشرية ومن دي تجلب الانتباه دي دي قاعد اوري الاتر عبثا غزيلي كليموثي سلم وسكلة كمخلة حتى يسقي الخصليوة دي المنبورك على ارتفاع 15-20 متر في سبيل بس توريلة يعني أنا لدت لي أي تعليق عددا من ما قيل مطلع حقد دآني ناشي على البشرية وعلى الحياة وعلى الإنسانية وعلى أي شيء جميل يعني أني ناشي لك بي إلا خراب. At 64 years old, General Behnam Aboosh is the commander of the Nineveh Plain Protection Units. General Aboosh previously served in the Iraqi Air Force for more than 3 decades, rising through the ranks until he became a commander. He stepped down following the United States-led invasion in 2003. Aboosh came out of retirement after ISIS took over his hometown of Bakhdida, the largest Assyrian town in the Nineveh Plain. اسحب لي قواتي ومدعي بانه انا بحامي بغداد واسحب لي فبشوال لزاما على ناشد بغداد انه سحبي لانه لك مشوقي لان مشكله قوه دم دفعك عن بغداد واسحب لي اخني غزيلا بانه انا ناشي لك محترمي اي شيء إنساني فواجبه اللي بأنه أنا أطلب لي من إيالي أنت لي 5 جوانقي 4 جوانقي وبرتخوني من هني وطلب لي بأنه زالي وأنا بيشن لقب لي فواجبه اللي شاقنا بختي يعني وبناتي كم دارني قاو السيارة وترك لي 3 سيارة بيكابات جابت بنوني وبرتخوني بشي بيثة لأنه ازدال من لحاصل اعتداء البنات والعوائد كما مطلنا الأربيل على أساسي دائرا أنا قامت لي الأربيل كما ميلي لا غير داعش فطلب لي من إيالي أنه أيضا من سحبي وكل السيارات وشطنا بحدود باني تريبي كبادي ومنين كميلي أخني طنن كنت بيكب ما بين 12 بخم بيكبات 12 نفر وبالبيكب الثاني 18 نفر من ناشي بغداد والقسم يعني كبيرة من أن هي يعني إنشاء وأطفال زور. Like most Assyrian families from the Nineveh Plain, Aboosh and his family sought refuge further north. أنا بقول شاتد ألف وتشام وتشاء وشوئي وبالوقت الحاضر بابا ينتا 5 بنون وخمش بنات الحمد لله شو من هن خريجين كلياتي لي وثلاثة بعد هنا بمرحلة المتوسطة Having lost everything,
his family is now renting a small two-bedroom house in Dohuk as they await the day they can return home. متصل لي بكل أحزاب السوري مع الأسف ولا خلك ما رقبل الدعم لن بس إذا دم حكي لي من حركة الأشورية آهي ميرا أخنيت لن نفس الأفكار كي بخو أذا خال أخوة لسا برخ نخرايا خرر قديا خرت آزخ أمرخ بيخلا أيها قوت النيلة أمر آن بيخ دم قلو آن بري دم قبض خررته وهل بدأت أنا مزبطك كت أخنن ليبخ أو عما ين إي أمتا إدلي مصيا بري دم برقل هقوياته شواوا ين لبيان إد أمتا ين سنيانا هما شيء جربي مغزيلا خا عما سنيقة الخا شدرة سنيقة الخا كمبا سنيقة خا شلخمة قد آخر ياكوب is the political chair of the Nineveh Plain Protection Units. A long-time member of the Assyrian Democratic Movement, commonly known as Zawa, Yaqub was elected to the Kurdistan Regional Government Parliament in 2013. I'm Isla Ghdaywath Shitkhat Sitrat Nineveh NPU. Akha Sniquta Umtaneta Qa Antarta Ukhameta Itutad Umtan Gu Afrad Awahata Bit Nahran. باثر عرقتد عما من دشتت نينوي كت آنتي ويوه قولت اوديم سترانوث الامتدين لبلط لبقولة ديه وآيسس ورقو عراثت دشتت نينوي وشوباني بريشة من أفرد عراق خزيال أن انقيتت هاويلة امتن خاخيلت اوديم سترانوثة الداها امتا وناطرة من قطلة وبرمة قبط هاد اختيلة خيا لو تخمنتت شت استت خاخيلة امتا نايا شمدية NPU وخرثة بدا وقلا عرا وبدنا طر ملوءة شينا ذهاوي خسامة ريشايا من انطرت شينا جوبنياتا بريشة دشت نينوي هل دو يوم الأخنا ماطخ الهوبركيا دشت نينوي أين هوبركيا ين أين برافنس ادهويا خا بذويارا خا شوبا ادنا طر بنوني وبناتا ادأمتن Yaqub has advocated for the rights of Assyrians internationally. These days, since the Kurdistan Regional Parliament is effectively shut down and hasn't met since November of 2015, he spends most of his time on the ground with the soldiers. يعني أوساب بقما يئيل قد أخنان لدري خجا خيت خيلواثا نخراي آنم خاميلا يو يقول قبنون أمتن قشواوا من يزيدية وشبق ودشت نينوي آني نطريلا خرت قولي بارد دقلا أختويلا يوم اشتب يرخت اتقاب يو وقول قد أخنر من نطرخ لو خامخ لدشت نينوي إن إيقتيلا داعش أبخا بوشنجا لفقيلو ومش ويقيلو ناشي سيفيليان آني خد رخمة داعش فلقت ليلة بالراقة ناشي يا زوري ساوي يو أهوال الترابة لبسيمي ديلا قاود 15 متطوع قاود شرفية وبمساعدة مدربين متطوعين أمريكان لمدة أسبوعين بعدين أخني بثخلا يعني عن طريق الحركة مكاتب الحركة لأنه أنا شخصي حركة لمقرات دربل ودهوب ودكان خلنا بثخلا تطوع بصراحة خلال أيام تليلا بحدود 560 متطوع The Nineveh Plain Protection Units was formally established on November 25th, 2014, 3 months after the Nineveh Plain fell to ISIS. The NPU is now the only Assyrian-led force officially recognized by the Iraqi government.
it is formally registered under the Popular Mobilization Forces, a diverse group of anti-ISIS forces operating under the authority of the National Security Agency. Following its official establishment, the NPU leadership made another public call for fighters from the Nineveh Plain. Thousands responded. There were two recruitment drives in this second phase, registering more than 3,200 Nineveh Plain residents in a short period of time. Along with the original recruits, they now total nearly 4,000. The NPU leadership stopped recruitment at this point, realizing thousands more would answer the call to fight, but simply could not be provided for, given their lack of resources at the time. With thousands of Assyrians eager to train and fight, the NPU needed its own base. The NPU sought to establish a base in the Nineveh Plain, but were faced with serious opposition from the Kurdistan Regional Government, which dominates security in the region. بعدين ضرهم دالن بأنه أي كم دربوخ لي مشكلة بيكون في محادثات مع الجانب الكردي وزارة البيشمركة لمدة أكثر من تريرخ بالأخير موفق لي بعد ما مدخل القنصلية الأمريكية أيضا مساعدة لن خدشة يعني ما حكيتها لأنه بالبداية كم ليس تري قوة لازم لك مطاعيت بيشمر قالوا لا ما هو خاخي كي لك يبقى مطاع تخاطر الشعب وتخاطر دارات المهم Following US intervention, the NPU was granted approval to train in the city of Chamchamal for a period of 21 days. 336 young volunteers from all over the Nineveh Plain began basic training led by Assyrian veterans of the Iraqi army, as well as American veterans who volunteered. But this was only a temporary solution, as NPU soldiers needed a permanent training base of their own and required specialized training in order to fight ISIS. Efforts to secure a facility for the NPU base continued. أنا لك لثوالي استعداد مشي أننا ناشديا لك مدرب مدير تدريب جيد يعني فمذ خلتنا اتصالات مع الجانب الكردي لأن سمحي له لا حصل له موافقة أيضا جئلا إلى جانب الحكومة المركزية وأيضا لم حصل لنا نكواته إلا في يعني من هرق البغداد يعني أو الجنوب. The NPU leadership maintained that it was their right to be able to train Assyrian soldiers in their own lands and refused to concede. After continued negotiations with Kurdish officials and pressure from the American embassy, the Assyrian Democratic Movement was able to reach an agreement on behalf of the NPU. جزء من القوش يعني أو بندوايا بين القوش وبندوايا 15 days after obtaining the approval, the NPU finally began constructing the training base. لأن كباخ لنا هذا طور يعني كباخ لازم إمكانية مادية دم أدلخ لي دم ردبخ ثلاث والا إلا مبلغ بسيط بس مع هذا أنا مصر بأنه دوي محاولنا إلى معسكر طول حوالي 3 أيام هل دمتم أيضا دم كملخ تاي صالح تا دكسة تعويل التطواء دانا مقاتلين ودكسة دلوقتي خالة الليلة نخدش مساعدات من قسم من شعبا ديل بخارج وقسم من أيضا متبرعين أجانب وأيضا مساعدات من الداخل بعد فترة أيضا الحكومة المركزية موفقة بأنه دعم المادي فدعم على 50 مليون دينار عراقي رابي بهنام إيوة وقماية موجود كل يوم وواخا كل يوم وواخا بشتي 45 وما أخا أنا بلاخا من شفلات أول قراج
خمبر على قاوكم ودخل أو أن خيماثة تري خيماثة أن منظمة أسير آهي منبر على طول يعني آني كرفانات مشتركة وبين يعني قسم بارم دولة وقسم خام متبرع أنه غرف أن وضعت أخها أيضا وآي كل أن أيضا ناشي أمتن سيلي كارو كمبان خلي أن وضع سبحانه يودع جيال دي ام بيو هر أي طبعا أي أن بناء كل دي ام بيو يعني لم سيلم بنائي يظهر ولا لباخين كل هر ام بيو والله أخذوا دم زي وخوي ذي وهم ربيت تهاوت لهم خا يعني حدود المعسكر هاول بتلا آثي أي خا وآثي آول المعسكر أيوم رابا ناشي تخمونة وبرقتها كنت خا تشنتو هزرو قد بخاش البراق البلاطة من أطرا أخنا ما يو يخوى علي من أبول إخوى الترينينج بيس أقول أخوة لقى قد أودي وشقلي ويلبانا جيسايا عليهم رابا ناشي ماري أخنوك موتهم بوادا دخلتوا يا أي يعني وأنا بق براقة أخن لغ براقة أخن بديارك إلى اليسار كل أصافرة من أصافر أرفع سلاحك من أصافر تقبل سلاحك The NPU has 500 fully trained soldiers on active duty. These soldiers are deployed into the Nineveh Plain in regular rotations. Another 1,000 Assyrians were approved and authorized by Nineveh Liberation Operations Command after the government of Iraq authorized the expansion of the combat force in late 2016. The Kurdistan Regional Government, however, is blocking the deployment of the 1,000 NPU soldiers. All NPU soldiers are ethnically Assyrian, with the majority adhering to Chaldean Catholic and Syriac churches. Most are in their 20s. These soldiers receive a small salary from the NPU, allowing them to both serve their nation and support their families during these difficult times. قبل خانة أمتنايا إن أجد مطية دانا أطرايا إيكالة أجد إلى دانو أطرايا إيكالة قدان أهولت بش أسقى كرمش جماعة وبرطلة بس أغلبية أخني يعني أغلبية بغداد تلسقو فميثة تلسقو فميثة شرفية متى 27-year-old Athra Kado is one of the NPU's original recruits. A native of Alqush in the Nineveh Plain, Kado gave up his career as a school teacher to enlist. The Nineveh Plain Protection Unit remains underfunded, leading many soldiers to make sacrifices as a result. The Iraqi government has established a budget for local forces in Iraq. The NPU, as an officially recognized security force, receives some funding from the central government, but it is not enough to train, equip, and retain the number of Assyrians who have enlisted. Some soldiers operate as formally approved volunteers, fully trained and authorized by the central government, to allow for rapid response and urgent security needs. They are provided with small arms and ammunition by the government of Iraq when the need arises, but the NPU must provide for all the other needs of these fighters. The NPU also receives funding from the Nineveh Plain Defense Fund, a non-profit established by Assyrians in the United States at the request of NPU leaders, which affords Assyrians in the diaspora the opportunity to directly support NPU soldiers in the Nineveh Plain.
The Nineveh Plain Defense Fund aids the NPU in providing non-munition supplies and equipment to its soldiers. But even with the odds stacked against them, the NPU earned American support. The Nineveh Plain Protection Units was the only Assyrian force to participate in the anti-ISIS coalition under Nineveh Liberation Operations Command, alongside Iraqi, Kurdish, American, and European forces. بيرخد معي حصل له موافقة أنه القوات الخاصة الأمريكية ذات مدربين بس مع الأسف حصلوا على معركة تلسقف مشاركين من المشاركين الأوائل يا خجوة الحمد لله يمكن ما يبين مثل تغبي أنه أخني ديخ قوة مقاتلة من الطراز الأول باعتراف الكل باثر ثري أسابيع معركة الاسقف بديل الأمريكان مرحلة تدريب طالا بإمكانية أمه وأسري مقاتلين وقضينا الأربع خب تدريب ديهن كاثي ويومين ثري وما ثب شكثة أمريكان بقية أيام أخذت من ذلك أخوالي بعدين حصل اتفاق بين الأمريكان بأنه إحنا حتى اكتشف هو مقاتلة رسمية على الأرض بأنه لازم أوضح تحرير لما ثواثة فحصل اتفاق بأنه زود زن أوضح تحرير بدل الحمد لله أيضا ألاكم وفق لن حريرا بدنا The liberation of the town of Badana on September 1st, 2016, represents a historic moment for Assyrians, as it was the first time in history that American forces conducted a military operation exclusively with Assyrians. In addition, the fiscal year 2017 United States Senate SFOPS bill called for direct financial support to the NPU, but there has been no development since. ذلك كميلة بالمفهوم العسكري الصولة الأولى والهمرات الأولى والمدرعات الأولى إثواء شباب من آن مثواثة ويري باللحظة الأولى بقية قوات ويري ثاني يوم الصبح شركة بعمليات التحرير البغدادة وطولت معركة بغداد 3 يومين وبعدين معركة كرمش خيومة وقوات خلنا محررة قوات من الجيش العراقي كمية مكافحة الإرهاب محررة برت لبعي فترة ومن دوام وهلجوا كنا شباب دين مقاتلين دين أريد بغداد ب 18 موقع وأريد برت كرمش بتري مواقع وأريد برطلة وطلعتها مواقع ألمن الموقع مستمر قاميشات وطلقي قوة تلسقف نطرح موافقات حتى خنة حتى كان شوقي لن ثالا أرخ بطاية وباقوبة كما تماسق دارخ لخينا كما تتلن قوة ما قطلق يعني شغلخ أو خدمة شغلخ أراضي دي لخ بشكيم خكمة أخني بش خيل أنا أبردي أنا أصلي دي يعني ثقة فيها ثقة مطلقة بأنه أنا شباب اتلي قابلية عندم دفع عن شعب حتى الرمق الأخير لا تلي تردد إيبي أبرنا لا ويرن طلعت معارك أخني ويرن معركة الأسقف معركة بدنا ويرن معركة تحرير بغداد نسبة التردد به أقل من 2 إلى 3%. فأما اندفاع ديهن أخني خناوة أكثر من 20% من دفعين أكثر من اللازمين يعني فكم حول أخوة خناوة أظهر تخلين حتى لازال أكثر من مادي لأنه أخني إيمان لك مقاتل كما مقاتل تاو صحيح لازم نفتكر أولاً دخم حافظ الروخة ودخم قاتل لأنه أنا كان كل مقاتل زال مقتل روخة بعدين ما نمقتل لك أولي ناشي
بينما الصحيح بأنه مقاتل دخم محافظ الروخة ومقاتل حتى للاستمرار. فأخني ضمن أني هذا مبدأ أنهم مستوعبيني والحمد لله، ولهذا أخني يعني كل هذه المعارك تحصل ليلا تنتش جرحى فقط تنتش برندر كمين والثلاثة مني خنا يعني درد جروح جدا رابية والبقية لا جروح بسيطة، بس الذهب الوقت الحاضر الكل يمكن تنخى بس معالجة لأنه انقطاع بالعصب يعني تتعصب دي فكبيلة تمارين كمينة بدنية ورساج وكذا لمدة 3-4 أخر لازم تعيش قمايا تشل برندر لخق بغدادة أيوم تقمايا تورو بلاشا قماخيل الأقل دي برندري وقمايا عندنا يالة NPU أريلا كل أنه طالي لك السلام عليكم. دخيت. ماشي. الحمد لله. شين أخاي. NPU soldiers are now holding ground in the heart of the Nineveh Plain. They have fought bravely in the battlefront and leave their families inspired by the dream of creating a better future for them. The vast challenge before them fails to dampen their spirits. شباب احلى لما قيومه بصيخه برقاده وبليله برش من نقطه هذا قريخ قروه احلى شباب كل واحده بس قليله معارك بارد بحور مخبور يا اخي جايبه مالك سلام سلام. انا بالنسبه لان شباب دي مو انا امرك يعني امريكان يمري وكل أن دثيلك مدرب لأن شباب بأنه أنا شباب من دفعة اندفاع قوي يعني رابط وقبل تدريب ويفهمي كل شيء مستوعب يعني كل السريع وتلاقي قابلية لأنه رقصة قاعد For the past year, the NPU's focus has been on the liberation of the Nineveh Plain. Considered the original Assyrian heartland, the area includes the ruins of the ancient Assyrian cities of Nineveh, Nimrud, and Khorsabad, as well as ancient Assyrian religious sites such as Mar Mate Monastery and Rabban Hormizd Monastery. وأي أمرة إلى خمن أمراني رابع جورة جو ميدل إيست كله وإلى بنيث الناشد بغداد ألبا وطعامة وثلاثة وأربع بنيو الناشد بغداد أي أمرة يعني أي درتة أمرة بيدا ودكتة مخايف بشنجي يعني training one. Today, following more than 2 years of ISIS occupation,
Many villages within the Nineveh Plain are in ruins. Buildings have been reduced to rubble, churches destroyed, and homes burned from the inside out. But the NPU's mission goes far beyond liberating villages. The NPU keeps the hope for a standalone Nineveh Plain province politically viable, and consequently, the possibility of a Nineveh Plain region in a future Iraq. That agenda is dependent and built upon the foundation of a long-term independent security force for Assyrians. The NPU's relationship with the government of Iraq is based on an alignment of interests. The decision of the Iraqi government in January 2014 to initiate the creation of a Nineveh Plain province aligns with the Assyrian pursuit of a standalone province and stands in opposition to the Kurdistan regional government's long-standing effort to annex Assyrian land. اختيلا قد استور اثرت عراق كونستيتيوشن عراق ديولا اخنا بساسا قد هو بركيه ان هويا خرطه برخمت خساره من شنه مصيه هويا ريجن ممكن هذا خريجن سوره بس ريجن ليله لت خشرت قدونيه كمالة خوبه ديك ما كيلومتر الي يعني كما مايل الي لا اجت هذا خا عما بريشا من خضرواني بكالتشر ديه بليشانه بمردوثه اتلها قوتا خيي خط طلانيثة قانون اد أثرى إنم خاملة إيتوتة وناطرة إيتوتة ديانة. The NPU leadership described their pursuit of a direct relationship with Baghdad as an assertion of equality. They believe Assyrians are entitled to the same federal rights as other ethnic groups in Iraq, namely the Kurds, who were also oppressed under Saddam's Iraq and pursued their own national objectives in response. أخني إتلم أمل بأنه ألا موافق لنا وناجح هذا شغل الديخ أخني بواضح بس أيضا المطلوب من كل شعب ديان ديال بخارج أخني لك يبغى بس مساعدات مادية لا أنه الضاغط الدكواتي دي الأوتامة عند مساعدنا المفهم ما إلى رسالة تنخني تا حكومات دي ليقاود أوروبا أو أمريكا حتى تايبا لمساعدنا يعني قي يعني مثلا أنا كما يبا الأمريكان دوذي فوربيدن زون تقر ذائر إيقادي وصدام ولا أخني ليبن أوذخ لك مغفور بيدن زون بس نوع من الحماية الدولية بس هذا لا نعني بأنه نطلبه أخني حماية دول أخي لك يبغى ناشا عاصم قاتل لا أخني نقتله بس لازم مدعميلا خاصة لوجستيا ومدعميلا بالسلاح أخني هذا كيبغى منه وأنا خشوة كأبسط يعني أبسط أنا من بداية الحديث دي ميري أنه أبسط مني أنه مقدمين المساعدة بأنه ده أنا مكونات الصغيرة لأنه المكونات الكبيرة آخر لا بليلة دخليلة وهذا مندي كثير يعني كل دول العالم. Who here has signed a document that says I'm ready to die for this? To this day, in my 41 years, no one put a piece of paper in front of me and said, Mike, we need you to sign here, that you're ready to die for this. That's never been asked of me yet. They've done it. And all they need you to do is to say, I support you, and I'm going to act on it.
in a country where I'm free, where no one can stop me. It amazes me. It shocks me as an Umtanaya that I can find a victim in Turlock and a hero in Tilkef. How does that happen? How does the influence and the power of our oppressors reach America? We're free. It's our asset. It's our nation's strength. We can use that freedom. But if you're defeated up here, our victimizer has won. But it's just amazing to me that we can be defeated here when there are people proving every day of their lives that they are free, even when the gun is pointed at them. أنا خشون لازم الشعر يبقى وأنهم حولي بأنهم سعديلاً كان بالضغط على الحكومات أو إفهام الحكومات دي لي أنا قاوح وخاصة أمريكا يعني الولايات المتحدة الأمريكية كدولة عظمى أنا خشون من الواجب الأخلاقي والإنساني أنه السمخة إلى جانب ديدن حتى تنقدم لنا نوع من التطمين حتى أخني تقبل محامخ روح أما متفخخ وزمرخ وكنك مبلغ وردي مبلغ بقلاوة مبلغ حلويات احنا ياخ متخلفين مخاني خنك بحيث فسخوصة طلقك فعزة طلقك لكن الزو ومديكاسي قاعد يسيل داعش موصك انت الميلة بتاعك مشيئاتها تريم اللي برخاء أنا أنتي سبيت من المعنى صح أولا لازم تو سبع وشجاع ثانيا أخني أبي أنتي كلن على كلمة مذكرة حتى بمساعدك يا شديدا ثلاثة شفحو يعني تراي دائما أخني طبعا كرف شعار السلام والمحبة بس بنفس الوقت يقب لك خرم سعد الأبي عند عوزالة أنا خشوة وأفت حماة عوائل بيقول لا شوقيت لا ده ولا بالمستقبل حاصل بعوائل بيقود عده طلب يزيديا صح لو لا صحيح على قدر المسؤوليته نعم سيدي فإذا لازم تصادق رخاثا في سبيل عقيدتاً أول وشرافاً وأرد يعني كان بعون قالها كل فساد من القمة إلى الأرى أمتي ولقب له بقاوح فساد أخني بأخدم شيري إلينا بإقصبات جميعاننا سراي أخلاق وعقيدة وأمان Even as the NPU continues to grow and gain ground, many Assyrians in the diaspora have given up on a future for Assyrians in Iraq and feel the NPU's efforts and sacrifices may be in vain. Many Assyrians around the world have resigned themselves to the belief that they have nothing left. But General Aboosh is not one of them. مدينة لمدينة متكاملة لبغداد برطلة إيبا تعداد دية بحدود 25,000 إلى 30,000 كرمش بحدود 15,000 تلسقف بحدود 30,000 بطناية بحدود 10,000 بقوبة بحدود 5,000 زين يعني دخيخ مختلق يعني بلبلاش لا أخني كيبخ من الأول أي قوة تمشك لخلا تتري من ديانة أساسية آهلة أنه دم حولخ أن دم سعدك في حماية ناشئ ديان وأيضا أن تاويلا قابلية أن دم دفعك عنهن إلى أن انماط الدكثة الآمنة لا حتى تبار ما دبريل قاو ديسناي
هذه السبب التشكيل قوة. يعني أي كان لك أولوخ إيمان لك أولوخ أي قوة إيمان كبه أن خيني باثه وليس شم كالب قثين، لكن من تأولوخ أي قوة لا على الأقل حتى كان لك أي مخلا حتى كان أي قوة بشرف منه على الأقل مكلتة خلت مقاومة إيه حتى ناشي ديوخ عبر إلى دكسة الآمن الآمنة أي لا أخني إنت الناشي آخر وثانيا كبخت خلقك أيضا أمل تناشي الدين كان ألاك موافق لن تخلقك أمل تناشي الدين دي ليه بخارج أنه تخازى إيث أمل بالرجوع هذا الهدف دين أخني من تشكيل هذه القوة. Donne l'enseigne.